وبهذه المناسبة يسرني أن يكون معي في استوديو مركز الأخبار الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا الدكتور مصطفى السيد. أهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا يا هلا. هذا هو يومكم، يوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. الحمد لله. يوم طويل وبث مفتوح على الهواء مباشرة في تلفزيون البحرين وحصيلة يعني جدا ممتازة، أكثر من 3,500,000 دولار حصيلة هذه الحملة الشعبية، ماذا تقول؟ أول أقول لكم شكرا، أشكر التلفزيون، أشكر وزير الإعلام اللي سخر لنا كل إمكانيات نجاح الحملة. نعم. بأسلوب علمي مميز. أشكر القيادة على مبادراتهم الإنسانية في دعم الأشقاء في سوريا في تركيا. إحنا زرناهم وشفنا ظروفهم الصعبة. نعم. وأنا سعيد جدا بتجاوب المواطنين والشركات والبنوك والكل لدعم البرنامج. الحمد لله في خلال 3 ساعات بدينا بحوالي $500,000، قدرنا في كل ساعة يعني نوفر مليون لمشاريعنا التنموية، فهاي يسعدني كثيرا. أشكر جلالة الملك، أشكر الحكومة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، أشكر قائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر، وتحقيق 3,700,000 دولار. نعم. في خلال فترة قصيرة، هاي شيء أعتبره جدا ناجح. نعم. والعمل مستمر حتى أنا أنتقل من استديو الاستديو الأخبار بعد في اتصالات والناس. الحملة مستمرة. الحملة مستمرة الحمد لله. نتوقع نحصل مبالغ أكثر تفيدنا في إقامة برامج تنموية اللي تبقى شاهد على مواقف أهل البحرين الكرام. دكتور، أنت ذهبت إلى الأرض هناك وشاهدت بأم عينك، هناك يوجد فريق يعني من قوة دفاع البحرين من الحرس الملكي. أيوة. موجودون على الأرض، فريق الإغاثي. أيوة. وشاهدت أيضا أنت حجم المأساة والإمكانيات اللوجستية التي قد توفرها مملكة البحرين أو التي متوفرة موجود هناك، ستساهم في تسهيل عملكم من خلال تسخير هذه المبالغ لمد يد العون. ما هو التصور الأولي لديكم؟ والله أول شيء أنا سعيد جدا بشباب البحرين من قوة الدفاع من حرس الملكي، وكنت في وداعهم مع سمو الشيخ ناصر وسمو يتابعهم لحظة بلحظة. نعم. وفرحان ب يعني إنجازاتهم وعملهم، ولهم دور مميز هناك في البحث والإنقاذ، ولا زالوا مستمرين وراح يواصلون عملهم، فهاي فرحنا. من موقع تجربتي القصيرة ما رحت أوصل مواد، فعلا يعني مناطق كبيرة بمئات الكيلومترات مدمرة، مدمر. وناس عايشين في برد قارس 5 تحت الصفر ويحتاجون كل المساعدة، ولا تتخيل مدى تقديرهم للبحرين. أثناء تنزيل الشحنة والانتظار يعني رحت مع المسؤولين لبعض أماكن مدمرة، شفت أيضا موقع مكتب الإنقاذ، اجتمعت مع رئيس هيئة الإنقاذ وممثل الرئاسة في تركيا. الكل يعني كان للبحرين احترام كبير، تجاوب كثير. اليوم شفنا في البرنامج مو فقط تعاون التجار والرجال الصناعة، بس أيضا الفريق اللي راح يباشر سواء في الإشراف على البناء المهندسين أو الأطباء اللي راح أيضا يساعدون في مركز طبي إذا نبني، أو في العلاج اللي راح يباشرون فيه بعد فترة قصيرة. هذا يقودني لسؤال، المؤسسة يعني ليست جديدة في هذا المجال ولكم باع طويل في ذلك، بدءا من زلزال النيبال قبل عدة سنوات. أيوة. وأيضا. أيوة. مخيمات اللاجئين في الأردن، في أيضا في غزة، الأوضاع الأشقاء في فلسطين، أيضا المساعدات التي ذهبت لمصر. هناك رؤية
لدى المؤسسة ولديكم تعرفون ما هي الاحتياجات وأين هي الأولويات لتضعون المساعدات فيها؟ للأمانة ماذا شاهد؟ ما الذي يحتاجه الآن الناس هناك؟ الآن يحتاجون كل شيء. كل شيء. كل شيء، لأن لا عندهم كهرباء، لا ماي، لا سكن، لا غذاء، كل شيء. يعني أي مساعدة نقدم لهم يكون في محله. وشفتوا فريقنا خلية نحل يشتغلون على متابعة أمور التبرعات، وعندي فريق نفس الوقت الآن بين المطار وبين الشحن وترتيب الرحلات القادمة الإغاثية. فمحتاجون أشياء كثيرة، ومن خبرتنا احنا ننسق مع السفارات وننسق مع الأمم المتحدة، نودي لهم أشياء مفيدة الصراحة يعني. ولذلك دائما المساعدات البحرينية مرحبا بها. نعم. لأن احنا تأتي في مكانها وفي في مكانها، ونحترم الطرف الآخر. طيب. حتى لو خيام. طيب. مو بأي خيمة. نعم. برد أقل درجة من 5 درجة تحت الصفر. فلازم الخيمة تختارها. طيب ماذا عن التعاون؟ ممتازة. ممتاز. نعم. ماذا عن التعاون الذي تلقونه في هناك من جهات حكومية أو منظمات إنسانية أو حتى أيضا من دول شقيقة وصديقة تقدم مساعدات؟ هل يتم تقسيم الأدوار أو شيء من هذا القبيل؟ أكيد أكيد. البحرين دائما تعتمد على الجهات الخيرية في تلك الدولة اللي نروح لها، مثلا في الأردن لتحديد الاحتياجات، لتحديد الاحتياجات والتعاون الإداري. مثلا في الأردن عندنا المؤسسة الأردنية الهاشمية لنا علاقة جدا قوية، هلال الأحمر، سواء في الفلبين أو في نيبال أو في سوريا حاليا. دائما أو أمم المتحدة في غزة ودول أخرى، احنا نتعامل مع جهات محايدة، بس لازم يكون عن طريق رسمي، لأن أنت ما تقدر تبني مدرسة ومستشفى وآبار إذا ما عندك دعم رسمي لجهات حكومية لتثبيت الأرض ملك هالمشروع وباسم البحرين. فإجراءات قانونية لازم نتبعها، نكون حذرين إن الفلوس المواطنين اللي تروح تكون في مكانه ومكان ثقة وجودة وشيء. أبسط شيء، مدرسة البحرين في الزعتري الحين حوالي 10 سنوات. نعم. أجيال. المدرسة كانها جديدة. نعم. خرجت أجيال أيضا. خرج أجيال، راحوا كورسات في أمريكا في بريطانيا، وبعضهم جاءوا البحرين قدموا محاضرات، نفتخر بهم. جاءت الملك برؤية الحكيمة سد ثغرة كبيرة. نعم. في ثقافتهم. نعم. لولا تحركة يعني. ربما السؤال الأخير وهو مرتبط أيضا بقضية بناء الإنسان. هناك تصريح قبل قليل لسمو الشيخ ناصر بن حمد تحدث أن تقديم المساعدات الدائمة لبناء الإنسان والأرض التي سيكون لها استمرارية في المنفعة وتنمية الإنسان ضمن يوم التضامن اليوم. بالضبط. سمو الشيخ ناصر استراتيجيته احنا نتبعه. الإنسان ما يحتاج فقط إلى الأكل والماء عشان يعيش حياة كريمة. نعم. يحتاج إلى التعليم، يحتاج إلى العلاج، إلى الصحة، وصون كرامته في توصيل المواد. فسبب نجاح البحرين زيارة سمو الشيخ ناصر ومتابعته للأمور، وعلى ضوء زيارته عادة يرشدنا إلى مشاريع مكملة للمشروع اللي عندنا. مثلا في الزعتري عندنا مدارس، بس أيضا وجهنا لبناء مركز الإرشاد النفسي، لأنه شاف الألم والحزن في عيون الأطفال وقال لازم يعني نملأ قلوبهم بالسعادة بأسلوب علمي مثلا. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. شكرا. كل التوفيق لكم.